مصر تواصل مساعيها لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 600 شهيد. الرئيس السيسي يتسلم شهادة المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس في مصر، ويبحث آفاق التعاون مع منظمة الصحة العالمية. ورئيس مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات للسيطرة على الأسعار، ويؤكد التوافق على تخفيض أسعار سبع سلع أساسية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو وعدد من أعضاء البرلمان الكوري. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات الأحداث الجارية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح في المدنيين، لا سيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة سخرت جميع الإمكانات للقضاء على فيروس سي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لمدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم، الذي سلم الرئيس شهادة المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي في مصر. وخلال استقباله لرئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو وعدد من أعضاء البرلمان الكوري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وكبار مسؤولي وقيادات المنظمة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلم السيد الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر،
مقدما التهنئة لمصر وموضحا أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس. وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصياً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف وملفات الصحة بشكل عام، وهو ما تبدى في المتابعة الشخصية الدقيقة من السيد الرئيس للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية ومديرها العام على الدعم المخلص الذي قدمته المنظمة لمصر، معرباً عن سعادته البالغة بتحسن صحة المواطنين المصريين فيما يتعلق بهذا المرض الذي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية، ومشيراً إلى أن الدولة سخرت بصدق كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي، بداية من إنشاء مراكز العلاج وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة وإعداد الكوادر وتوفير الدعم للصناعة المصرية التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية، وانتهاء باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات، لا سيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة 100 مليون صحة، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء البرلمان الكوري وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والإشادة بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة لا سيما على الصعيد البرلماني، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك. وفي ذات السياق نوه رئيس برلمان كوريا الجنوبية إلى أن زيارة السيد الرئيس التاريخية لسول في عام 2016 كانت نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، إذ تدفقت على أثرها الاستثمارات الكورية إلى مصر مستفيدة من التطور التنموي السريع والملموس الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، كما تم التباحث حول تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات لا سيما على الصعيد البرلماني، وكذلك سبل تعظيم استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية وفي توطين مختلف مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء والمتجددة وزيادة المكون المصري في عملية الإنتاج. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل. وأكد السيد الرئيس ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. هنيئا له الشهادة. وصف الحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها.
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر مجلس النواب استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح. وخلال اللقاء استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الدائر حاليا في قطاع غزة، داعيا إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مستعرضا الجهود المصرية المكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي. تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية. وأوضح بيان الجامعة أن عقد هذه الدورة غير العادية للمجلس جاء بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. إلى ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العنف ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيستمر في ظل بقاء القضية الفلسطينية دون حل. وأضاف أبو الغيط عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو أنه لا يمكن اجتزاء الوضع الراهن من السياق الزمنية، وهو استمرار الاحتلال ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو لعام 1967. أننا نقدر هذا الموقف لأن مشكلة الفلسطينيين لم تبدأ من اليوم، ولا يمكن أبدا اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع، وهو استمرار الاحتلال والقضاء على أي أفق مستقبلي يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية في دولة مستقلة على حدود 67. فإن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم. من جهته دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وضع حد بسرعة للقتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف لافروف أن روسيا والجامعة العربية يمكنهما المساعدة في وقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة. نعتبر أن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا حاسما ومهما لإعادة الأوضاع السليمة والصحية في المنطقة، وكذلك تقديم الخطوات العملية لبناء دولة فلسطين، والتي يؤكد مجددا تضمنت بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي ستعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وتعزز هاتان الدولتان أمنهما، وكذلك علاقات حسن الجيرة، وهذا الطريق الأفضل والأكثر ضمانا لحل الأزمات التي تشتعل من حين إلى آخر في هذه المنطقة. أدانت وزارة الخارجية الصينية استهداف المدنيين في التصعيد الأخير ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن الصين تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد المتواصل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرة إلى أن بكين تأسف للخسائر المدنية التي يسببها النزاع. وأضافت المتحدثة أن الطريق الصحيح للمضي قدما بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو تنفيذ حل الدولتين. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن العدوان على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتج سلاما لإسرائيل ولا طمأنينة للإسرائيليين. وخلال كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله، أكد أشتية أن المخرج من الأزمة الحالية متمثل في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني أولا، وخلق أفق سياسي مستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800. وذكر المكتب الصحفي التابع للحكومة الإسرائيلية أن عدد الرهائن في غزة يتجاوز 100 رهينة. يأتي ذلك بينما أعلنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل حظر دخول الغذاء والوقود بالإضافة لقطع المياه. مشاهدينا هذا المباشر، حيث تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع وأيضا الضفة الغربية ليصل إلى 508 شهداء و2800 جريح. هذا وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 493 شهيدا و2751 جريحا سقطوا في قطاع غزة حتى الآن، بينهم 91 طفلا و61 سيدة، بينما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة 15 شهيدا بينهم طفلان ونحو 80 جريحا. وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، حيث استهدفت أبراجا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدمية ومساجد موقعة الشهداء، كما أدى ذلك إلى إصابة الكثيرين من النساء والأطفال وكبار السن. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية. دكتور أحمد أرحب بك، ويعني كما نتابع جهود مصرية حثيثة تبذلها القاهرة لتحقيق التهدئة ووقف العنف وحماية المدنيين، لأي مدى قد تنجح هذه الجهود والاتصالات، وما الذي نحتاجه في الفترة الحالية لتحقيق هذه التهدئة؟ في الواقع أن نحن بصدد تصعيد خطير، كما نتابع عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين ومن الجرحى والمصابين. هناك حالة من التصعيد ربما غير المسبوق على خلاف جولات المواجهات الدموية السابقة بين
إسرائيل والفصائل الفلسطينية. نحن بصدد تصعيد يمثل تهديدا كبيرا حقيقيا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتطلب التحرك لاحتواء ومنع هذا التصعيد، لأن خروج الأمور عن السيطرة سيكون لها تداعيات وعواقب وخيمة. وفي هذا الإطار هنا تبرز أهمية وتحرك مصر السريع وتحرك الرئيس السيسي واتصالاته مع القادة الدوليين ومع القادة العرب، خاصة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني، واليوم مع مستشار النمسا، وأيضا التنسيق مع القوى الدولية في إطار على الأقل لتحقيق التهدئة ومنع هذا التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى عواقب وتكلفة كبيرة بشرية وأمنية وعسكرية في المنطقة. ولذلك الجهود المصرية متواصلة. رأينا أن الجهود المصرية كانت العامل الأساسي حقيقة في تحقيق التهدئة في المرات السابقة، ومنها في مايو 21 ونجحت مصر في تثبيت الهدنة. لكن أنا في اعتقادي التحدي هذا يتطلب التغلب على التحديات، خاصة رضوخ الجانب الإسرائيلي لدعوات وقف التصعيد، وأن يكون هناك يعني الاحتكام إلى لغة العقل والحكمة، لأن التصعيد سيؤدي إلى تصعيد مضاد، والعنف يؤدي إلى العنف المضاد. ونحن نعرف أن هذا التكرار لهذه الجولات من الصراع ونتاج لمرض أساسي مزمن، وهو غياب الأفق السياسي، استمرار الاحتلال، غياب حل عادل وشامل للدولة للقضية الفلسطينية، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا. وأكد الرئيس السيسي أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لمنع مثل هذه المواجهات الدموية التي يدفع ثمنها المدنيون هو غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، ويعتبر أنها القضية المركزية. ولذلك التحرك المصري هنا على ثلاث مسارات. المسار الأول التحرك الفعال مع أطراف الأزمة ومع الأطراف الدولية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة ومنع تصاعده. التحرك الثاني العمل على تخفيف المعاناة بالطبع عن الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في غزة، ومصر فتحت المعابر وقدمت كعادتها المساعدات الإنسانية للتخفيف عن الفلسطينيين. ثم أيضا المسار الثالث هو التحرك أيضا الدولي والتحرك مع القوى الكبرى، خاصة هناك اجتماع سيعقد في جامعة الدول العربية، اجتماع طارئ من المنتظر أن يعقد يوم الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب من دولة فلسطين. يعني كيف يمكن أن يسهم هذا الاجتماع أيضا في تحقيق حلحلة في الوضع، وربما دعوة الأطراف الدولية للتدخل بالإضافة للجانب العربي لتحقيق التهدئة وضبط الوضع؟ بالفعل يعني هذا التحرك العربي طبعا هو مهم للتعبير طبعا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، يعني رفض هذا الاعتداء وهذا العدوان. الامر الثالث وهو التاكيد واعطاء رساله عربيه ان الدول العربيه هي مع السلام، هي ترفض هذا الاعتداء، وتؤكد دائما النظريه المصريه ان كل ما يحدث هو نتاج لغياب الحل الشامل. ايضا هي رساله للقوى الكبرى، خاصه القوى المنخرطه في المنطقة وعلى رأسها بالطبع أمريكا، التي أعلنت منذ بداية هذه الأحداث عن انحيازها المطلق لإسرائيل، بل وإعطائها الضوء الأخضر، وهذا ربما يمثل تطورا خطيرا يعني يؤدي إلى تشجيع إسرائيل على أن تمضي في سياسة الأرض المحروقة وهذه سياسة الانتقام التي يعني نرى حصادها في ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 500 يعني قتيل في شهيد في يومين فقط. وبالتالي هنا الحاجة إلى التواصل مع القوى الكبرى أمريكا. نعم، 576 شهيد في الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم بالطبع هذا رقم يعني كبير جدا في مطار سياسة الأرض المحروقة، الذي يدفع الثمن هم الأبرياء المدنيون. قطاع غزة لا يحتمل مثل هذه التحديات وهذا التصعيد، ويواجه التحديات الاقتصادية بالفعل. ولذلك هنا الدرس المستفاد والتحرك في هذه الجولة تحديدا من المواجهات هو أنها دقت جرس إنذار لضرورة التحرك الفعال في تسوية القضية الفلسطينية، في الانخراط في عملية سلام حقيقية، لأن يعني التسكين وربما الهدنة والهدن ربما تكون ليست حلول دائمة، وإنما هناك أطراف تسعى دائما إلى كسر هذه الهدن. هناك تشدد، رأينا ممارسات بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من استفزازات ومن مواصلة الاعتداءات في المسجد الأقصى وغيرها، وبالتالي كل هذه السياسات تقود إلى الهوية وإلى المجهول وإلى الانفجار الذي نشهده اليوم، الذي لن يكون تأثيره فقط على الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وإنما أيضا على المنطقة كلها. ومن ثم هنا في هذه المحطة من المواجهات هنا لابد من وقفة مهمة، يكون هناك تحرك فعال مع الجانب الأوروبي مع الجانب الأمريكي. هناك أيضا الصين وروسيا التي أبدت أيضا يعني موقفهما بشأن العمل على التفاوض حل الدولتين، باعتبار أن هذا هو الحل الجذري والشامل لهذه القضية ومنع تكرار هذه المواجهات الدموية التي يدفع ثمنها بالأساس الأبرياء
من المدنيين. نعم دكتور أحمد، يعني مع زيادة أعداد القتلى والمصابين من الجانب الإسرائيلي أيضا بالإضافة إلى من تم أسرهم، هل يمكن أن نرى تعامل مختلف من قبل إسرائيل مع ما يحدث، ربما تلجأ إلى تغيير المسار من هذا الضغط والاستمرار في يعني وجود رد فعل من قبلها على ما يحدث من الجانب الفلسطيني، هل يمكن أن نرى تغييرا في ردود أفعالها واستجابتها لما يحدث؟ أنا في اعتقادي أن إسرائيل الآن أعلنت حالة الحرب. حالة الحرب بتعني يعني حالة نقول القوة الشاملة والقوة المفرطة، خاصة أن أمريكا التي كانت مفترض أن تطبح وتكبح جماح هذا الاندفاع الإسرائيلي أعطت لها الضوء الأخضر وقالت أنها في حق الدفاع عن نفسها، وبالتالي نحن أمام تصعيد خطير، وهذا التصعيد لن يكون يعني مرجح لأن يستمر الأيام بل أسابيع كثيرة في ظل تعقيد هذه الجولة من المواجهات، في ظل هناك قضايا أخص بالأسرى بالمفقودين، هناك اشتباكات وما زال حتى الآن دائرة حتى داخل المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي كل هذه التعقيدات تقول أننا بصدد وضع خطير بالفعل، وضع مرشح لمزيد من التصعيد. عدد القتلى والمصابين حتى على الجانبين في خلال يومين فقط يتعدى المئات، وبالتالي هذا بيعني أنه هناك حاجة إلى ضرورة العمل على الضبط النفس على كبح هذا الاندفاع، لأن هناك طائرات تغذي في إسرائيل سياسة الأرض المحروقة والانتقام، ورأينا القصف المتواصل ليلا نهارا على كل مناطق قطاع غزة. نعم. دون تمييز أهداف مدنية وغيرها من أهداف، وبالتالي هناك تصعيد خطير يتطلب التحرك العاجل خاصة من جانب المجتمع الدولي والقوى الكبرى. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. نتابع الآن لقطات حية ومباشرة لقصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث يتواصل القصف على القطاع في ضوء تصاعد الاشتباكات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وننقل لكم صورة مباشرة من هناك، ونتابع تصاعد أعمدة الدخان في أكثر من موقع نتيجة هذا القصف الذي يحدث الآن كما نرى ونتابع على أكثر من منطقة وأكثر من مبنى كما توضح الصورة المنقولة من هناك مباشرة.
نجدد على حضراتكم التحية. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كيم جينج بيو رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية. وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، منوها إلى تطلع مجلس النواب لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات البرلمانية التشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على أن مصر هي الشريك الرئيسي لكوريا في الشرق الأوسط وأفريقيا. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو والوفد المرافق له، حيث أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالعلاقات المتميزة التي تجمع ما بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص مجلس الشيوخ على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الكوري الجنوبي، وذلك لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية حرص بلاده على نقل الخبرات الكورية في مختلف المجالات إلى الدول الصديقة على رأسها مصر، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية ستنظم العام المقبل مؤتمرا بعنوان قمة كوريا أفريقيا، معربا عن تطلع بلاده لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القمة. ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المكون الدولاري لها، وذلك بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توفر السلع الأساسية في الأسواق، وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة للسيطرة على الأسعار خاصة المنتجات الغذائية. خلال مؤتمر صحفي أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية على تخفيض أسعار سبع سلع أساسية، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار يقوده ثبات في أسعار السلع، وذلك خلال الفترة المقبلة. تم التوافق على أن السبع مجموعات سلع رئيسية الآتية هيبدأ عملية التخفيض في أسعارهم بنسب ما بين 15-25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية التخفيض منذ أمس، ولكن هو فعليا توافقنا أن بحد أقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15-25%، وهيبقى مكتوب السعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، ولكن هيبقى كمان معناها أنه ممكن يبقى ده الحد الأقصى، ولكن يبقى فيه مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم. لكن خلينا أؤكد إيه هي السلع دي. احنا بنتكلم على الفول والعدس والألبان، منتجات الألبان والجبنة البيضة، المكرونة، السكر، الزيت الخليط بتاع زيت الطعام والرز. دي المجموعات الرئيسية، ولكن بالإضافة إلى ذلك تم التوافق أيضا مشكورين مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، بيض المائدة هيبدأ برضو تطبيقه في هذا الموضوع. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على تثبيت وخفض الأسعار خلال 6 أشهر لضمان عدم ارتفاعها مجددا. كما أشار مدبولي إلى أنه سيرأس اجتماعا أسبوعيا مع اتحاد الغرف لمتابعة أسعار السلع. والحقيقة يمكن أنا يعني عايز أقول أن الحقيقة إحنا دخلنا في حجم وكم من التفاصيل والمناقشات والتفاوض مع يعني ممثلي القطاع الخاص عشان يبقى فيه توافق على كل الآليات اللي هم طالبينها من الدولة، واحنا يعني بدأنا فعلا هذه الإجراءات، وحناخد كمان يمكن يعني قرارات السيد وزير المالية هيعرض عليها وحوقعها فيما يخص يعني تعليق الرسوم، عدد من الرسوم،
والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، وهتبقى لمدة 6 شهور علشان نضمن أولا انخفاض الأسعار، ويبقى الانخفاض ده يعقوب استقرار في سعر هذه المنتجات، لأن احنا مش عايزين ان مجرد يبقى الانخفاض هو مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة وترجع الأسعار تاني تزيد. فعشان كده توافقنا ان نفس الآليات اللي هم طلبوها من البنك المركزي ومن وزارات المعنية ومن وزارة المالية هتستمر تنفيذها لفترة غير محدودة، وبنتكلم على فترة زمنية قلنا 6 شهور على الأقل عشان نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع اللي احنا أعلناها دي لحضراتكم بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% للمجموعة السبعة الأولانيين، وفيما يخص إن شاء الله الدواجن والبيض هيبقى بحوالي 15%. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القضية السكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لا سيما في ظل ما تفريضه من ضغوط على موارد الدولة. وخلال اجتماع المجلس القومي للسكان أشار مدبولي إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية، مضيفا أن الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات استهدفت في الأساس مواكبة الزيادة السكانية المضطردة التي تفرض ضغطا كبيرا على الموارد المتاحة، الأمر الذي يمثل تحديا مع محدودية تلك الموارد. عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، حيث استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار بدعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات. كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة. أعلن رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عن انتهاء اليوم الخامس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بأوراق ترشحه. وقال المستشار أحمد بن داري إن طالب الترشح قدم الأوراق والمستندات المطلوبة والمحددة قانونا، من بينها 27 تزكية برلمانية لأعضاء من مجلس النواب، موضحا أن اللجنة تلقت حتى الآن ومنذ بدء فتح تلقي الطلبات 3 طلبات ترشح. في آخر اليوم النهاردة الساعة 1:30 حضر السيد عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، وقدم طلب الترشح ومرفق فيه المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، وده نهاية اليوم الخامس. يبقى النهاردة كده تقدم 3 أشخاص لطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لانتخابات 2024، واللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14/10 لغاية حتى الساعة 2 مساء وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. تقدم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وتضمنت أوراق الترشح الخاصة بيمامة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وقام رئيس حزب الوفد بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة، وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح في الوقت الحالي بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح والتأكد من استيفائها للشروط الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. والمزيد يطلعنا عليه أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد اختتمت اليوم الخامس من استقبال الهيئة لطلبات الترشح من قبل السادة مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين. كان اليوم قد بدأ في تمام الساعة 9 صباحا، وفي تمام 1 بعد ظهر اليوم وصل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى هنا إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تقدم سيادته بأوراق ترشحه إلى الهيئة. كان بصحبة عدد من أنصاري ومن أعضاء حزب الوفد والوفديين، بالإضافة إلى الدكتور ياسر الغضيبي المتحدث باسم رئيس حزب الوفد والحملة الانتخابية للدكتور ياسر للدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي المحتمل. وبالتالي نتحدث عن 3 مرشحين كما تم الإعلان في نهاية هذا اليوم في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وصل عدد المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن إلى 3. كان الدكتور عبد السند يمامة قد تقدم بأوراق ترشحه ومعه نحو 27 تزكية من السادة أعضاء مجلس النواب، منها 24 تزكية من أعضاء حزب الوفد من مجلس النواب و3 من المستقلين، بالإضافة إلى كان معه أيضا الآلاف من التوكيلات الشعبية ولكن اكتفى بتزكية أعضاء مجلس النواب، حيث من المنصوص عليه لتلقي وقبول أوراق ترشح الانتخابات رئاسة الجمهورية أن يتجاوز العدد نحو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وبالتالي هو تجاوز هذا العدد ب7 تزكيات أخرى من قبل السادة مجلس النواب. من المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من المرشحين الرئاسيين المحتملين حتى يوم 14 من أكتوبر، وفي يوم 16 من أكتوبر سوف يتم إعلان القائمة المبدئية، وفي 9 من نوفمبر سوف يتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية الذين سوف يخوضون غمار انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. إليكم زملائي في الاستوديو. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقره الرسمي وفدا من حزب النور. يأتي ذلك استكمالا للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث رحب محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية بوفد حزب النور مؤكدا أن من أهداف الحملة المشاركة الجماعية لكافة الأطياف في المجتمع المصري وعودة اصطفاف 30 يونيو، ذلك من خلال العمل التشاركي الحزبي. قامت المجموعات الخاصة بحملة أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بنشر تعليمات لأنصارها بوقف تحرير التوكيلات التي قامت الصفحة الرسمية للحملة بالإعلان عنها، ذلك بعد ضبط عدد من الأشخاص يقومون بتحرير توكيلات مزورة. هذا وانتقدت أحزاب الاجتماعي الحر وحزب الإصلاح والنهضة والعربي الناصري المحاولة الفاشلة لأحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفي هذه الأثناء صرح مصدر أمني أنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية،
ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارية، وقد عثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم عرضهم على النيابة العامة. عودة إلى تطورات الموقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر لاتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل، مشددا على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة. وجاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيقوس خريستو دوليس، حيث تناول الاتصال الجهود الجارية لوقف التصعيد ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما توافق الرئيسان في هذا الصدد على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى أفاق تعزيز علاقة التعاون الوطيدة بين مصر وقبرص، وكذا في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان. نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقريرا نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت بأن رئيس المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل الفلسطينية، وحذره من شيء غير عادي من اتجاه غزة. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية أن إسرائيل تجاهلت التحذيرات بشأن ما كان على وشك الحدوث في غزة، مضيفا أنه رغم الرسالة التي نقلتها ركزت إسرائيل على الوضع في الضفة الغربية وقللوا من أهمية التهديد القادم من غزة. والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب، فإليك. شكرا لكما رجائي وليلى، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نظمت مؤسسة الأهرام النسخة 7 من مؤتمر الأهرام السنوية للطاقة تحت عنوان الطاقة الخضراء استثمار المستقبل، والذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وأكد المشاركون في المؤتمر أن الطاقة كمحرك رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد أهم السبل لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة. عن كوب 27 وازاي ان احنا قدرنا في شرم الشيخ نحط احد ايام الموضوعيه بتاعتنا كان موضوع ازاله الكربون، ودي كلها حاجات مهمه علشان يبقى عندنا طاقه مستدامه تستطيع ان تتواكب مع حاجتين: الزياده السنويه والمستقبليه المطرده في الاستهلاك للطاقه بصفه عامه، وبالتالي يجب دائما ان تلبي احتياجات النمو الاقتصادي والنمو السكاني واحتياجات التنمية بمزيد من الطاقة، وفي نفس الوقت علشان تواجه التحدي بتاع تغير المناخ والاحتباس الحراري. ده مش هيتم إلا من خلال توفير
أنواع مختلفة من الطاقات الجديدة والمتجددة وغيرها من الطاقات التي نتحدث كلنا عنها النهاردة وهي الهيدروجين بكافة أنواعه، يعني منخفض الكربون. إن مؤتمرنا اليوم يأتي في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغييرات العالمية التي تتطلب تغير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء لأسباب عديدة. تغيير المناخ وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري. لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ. إن الهيئة الوطنية للصحافة حريصة كل الحرص على تأكيد رسالتها كأحد أزرع الإعلام المصري المهم، وتأكيد الدور المنوط بها كأداة من أدوات قوتنا الناعمة، ودورها الجوهري في التنوير والتصدي لأي أكاذيب وشائعات تستهدف قوة الدولة المصرية واستقرارها. وأود التأكيد على أن الهيئة الوطنية للصحافة تدرك رسالتها الوطنية، لا سيما في ظل الظروف والتحديات العالمية التي خلقت أجواء تفرض على كل أبناء الوطن المخلصين الاصطفاف من أجل بلدهم التي تسير بخطى ثابتة وواثقة من أجل الانتقال إلى أفاق من البناء والتنمية والتطوير. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز وإحدى الشركات الهندية المتخصصة في الكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز باستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط، ذلك لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية للشركة الهندية. وعقب التوقيع أكد وزير البترول أهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية، مشيرا إلى وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في أولويات استراتيجيتها. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي أكس 30 بنسبة تقدر ب 27% يبلغ مستوى 19409 نقاط، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة تقدر ب 79% يبلغ مستوى 3611 نقطة. كما شملت الارتفاعات مؤشر إي جي أكس 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 55% ليبلغ مستوى 5369 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، إذ أثارت الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 2.2% لتصل إلى 87.28 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.4% مسجلا 85.57 دولارا للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 1.1% ليصل إلى 2.93 دولار للتر. ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 48% لتسجل 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد لعام 2024-2026. وقال رئيس الوزراء الإماراتي أن القيمة الإجمالية للميزانية تبلغ 192 مليار درهم.
تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتحة مع تفاقم الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقدر ب 44%، بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنسبة تقدر ب 45%، فحين انخفض المؤشر ناسداك المجمع بنسبة تقدر ب 78%. انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى ليلى ورجائي. شكرا لك مرنا. بأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصر تواصل مساعيها لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 600 شهيد. الرئيس السيسي يتسلم شهادة المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي في مصر، ويبحث أفق التعاون مع منظمة الصحة العالمية. رئيس مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات للسيطرة على الأسعار، ويؤكد التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية. بختام العناوين أصل معكم لختام نشرة السادسة. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة. إلى الملتقى. Thank you.